النهارده احنا رايحين نفطر بره، فتعالوا نعزمكم معانا. يحيى انت هتروح تفطر انت كمان بره؟ ها كل سنه وانتم طيبين كريم. رمضان كريم. النهارده انا في مسجد المهند. هو اساسا يتسمى المهند لان هو كان شاب كان في اولى كليه وتوفى لابوه وامه وعملوا له الجمعيه الخيريه دي والمسجد. وبصراحه يعني ما شفتش بقالي كتير جدا مساجد جميله قوي كده بالاحسان اللي هم فيه من اول اصلا البوابه، وفي سيكيورتي قاعدين لازم بيشوفوا الامهات وبيشوفوا الاطفال، ممنوع اي طفل يخرج. بيعملوا افطار جماعي كل يوم، كل يوم بنفطر ما لا يقل عن 500، لان احنا ما بنكتفيش هنا بس بتطلع وجبات فيها غير شنط شهر رمضان. المؤسسة بتعمل شنط شهر رمضان وبتطلع شنط كتير لشهر رمضان. من الحاجة الجميلة قوي هنا غير طبعا السيكوريتي اللي بياخدوا بالهم من الأطفال، كنت حضرت معهم سحور كمان السنة اللي فاتت. يعني بعد أول ما التهجد بيخلص بيطلعوا طقم شاي وطقم قهوة من المطبخ عندهم، السحور بيقعدوا يعملوا في طعمية وفول وحاجات ويوزعوا لدرجة ان بيقعدوا يوزعوا في سندوتشات ما بيلاقوش اصلا اي حد بياخد، مش لاقيين حد ياخد. كان قدامي الكلام ده السنة اللي فاتت، فانا قررت ان انا لازم اصور واشوف ايه الفطار وبياكلوا ايه وكده. كل سنة وانتم طيبين. انت شغال معهم على طول؟ شغال طول السنة معي. بقالي 3 سنين هنا، عصاير كلام ده، ملح. يعني كل يوم في كل يوم لا اما فراخ لا اما لحم. كل يوم يا اما فراخ يا لحم. من الحاجات الجميلة اللي هم عاملينها، عاملين مكان مخصص للسيدات بأطفالهم ومكان مخصص للفوق للسيدات اللي من غير أطفال، فما فيش حد بصراحة بيقدر يعترض. يعني اللي بيجيب عياله يقعد تحت واللي ما بيجيبش بيطلع فوق. فبصراحة مسجد جميل جدا جدا ورائع جدا. وفي حاجة كمان، يعني سبحان الله كنت بفكر بقول هو الولد مهند يعني لو كان عايش لحد دلوقتي يمكن ما كانش عمل كل الأعمال اللي هو اللي أهله عملوها له لما هو مات. فيمكن سبحان الله يعني موته ده كان جه رحمة لي والأهله. يعني هو سبحان الله كل ده بيروح في ميزان حسناته كل يوم، وهم كمان يعني اجتهدوا وبذلوا في الخير والعطاء وخدمة الناس، فسبحان الله يعني ربنا الاتنين كتبه لهم، فرائع جدا. لا في حاجات كتير، في عمل توصيل مياه للمنازل، فيه مساعدة فقراء، فيه كفالة أيتام، في حاجات كتير، أنشطة، جميع أنشطة الخير بتلاقينا مؤسسة المهند إيديها فيها. الرحمن بس مشكلة ان يحيى نايم. يحيى مش قادر. اهو هندوق بقى، نعمل تيست مذاق في المائدة، ما نشوف الكوسة عاملة ايه. شايفين اللحمة مش شكرا ده كتير، انا اصلا ما باكلش كتير على الفطار ده، انا هربانة النهاردة عشان ما اكلش. بصراحة الأكل حلو جدا، يعني أكل روعة يعني. واللحمة حلوة جدا. بدل ما نقعد نعمل ريفيوات للمطاعم نقعد نعمل ريفيوات لمواد الرحمة.
وناكل ببلاش يعني. شوف لا بجد يعني في نوع من الإحسان اللي دايما مذكور في أعمال الخير كلها. فكرة كلها في المعنى بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني هو انت ايه الاكل اللي انت نفسك تاكله في بيتك فعلا نفسك تتفتح عليه؟ فسبحان الله يعني عاملين الاكل ومتقنين فيه، مش مجرد بس اللي هو احنا هنقدمه للفقراء او هياكلوا اي حاجة او هما بياكلوا الزلط وخلاص. فالموضوع فيه احسان واتقان الحقيقة مش موجود، ما شفتوش بصراحة يعني لحتى دلوقتي غير يعني في مسجد او اتنين. فحاجة رائعة جدا جدا يعني. المسجد كله اتفرش في ثانية، في كام ثانية المسجد بس كله اتفرش. احنا بنشرف على تحفيظ القرآن للأطفال وعاملين التحفيظ مجاني للأطفال. الناس اصلا محبة للخير وعندها استعداد تتبرع بكل اللي عندها، بس الفكرة ان هم عايزين مكان يثقوا فيه، ان هم يحسسوهم ان هو فعلا بيوصل للناس المحتاجة، مش مجرد بس دعاية واعلانات وصور حلوة وحاجات زي كده، وعمالين يصرفوا فلوسهم على الاعلانات وعلى الدعاية بملايين. يعني حاجة غريبة جدا، وفي الاخر يقولوا اتبرعوا. طب نتبرع، ما انتم معاكم اصلا ملايين تدفعوا فيها اعلانات، يعني نتبرع بايه؟ ده اللي تتبرعوا لي. فالفكرة والاماكن الكويسة اللي زي كده، مكان زي كده، هي حقيقي يعني ما فيش حد بيعمل عندها دعاية. في تفاصيل صغيرة بس ساعات الواحد يعني بيفتكر ان هي حاجات عادية، بس التفاصيل دي اذا كانت بتدل على معاني عميقة. دي الخزانة بتاعت الشوزات، حطيت الشوز بتاعي وقفلت، باخد المفتاح. هنا زي الفل يعني، حمامات نظيفة جدا جدا، وكمان في واحدة على طول قاعدة يعني الأسانسير بس موجود علشان دور واحد بس، تخيلوا. حاجة كمان مهمة قوي قوي، موضوع ان المسجد مش مجرد بس مكان الناس بتيجي تصلي فيه وبس. المسجد حياة، مفروض يبقى فيه تحفيظ قرآن، فيه ألعاب، فيه أنشطة، فيه دورات. المسجد كان بيطلع ناس، يعني مفروض ان هو يبقى مكان زي النادي. هو اسمه أصلا جامع، يعني مكان بيجمع الناس، يعني بيجمع الحي، بيجمع الجيران، بيجمع الأصدقاء، بيجمع الشارع كله. فتخيلوا لما الطفل بينشأ من هو صغير ان هو في الجامع كل يوم 5 مرات في اليوم، بيتعلم وبيعبد وبيستمتع مع أصحابه وبيشوف أهله وبيشوف جيرانه، والأطفال بتلعب مع بعض. فتتخيلوا أصلا ده إيه تأثيره على الناس أصلا. الفكرة في كده، الفكرة إن إحنا نربط الأطفال بالجوامع. أما بنشوف جامع زي ده بصراحة في حاجات جميلة وأنشطة ومريحة جدا كده، الواحد يعني هيمشي ليا يعني ايه اللي هيخليه يقعد يرتبط بالمكان مع الاطفال ومع الاهل ومع الاصدقاء. جبنا متبلة، جبنا متبلة. طب عايز، شكرا ليك، اديته كيس. شفتي مستمتع جدا وانا اكلت الشيبس. انا كمان